احنا بنتكلم قبل الفاصل على بالتأكيد مش عايزين جنب قناة السويس الكليات اللي هتتفتح طبعا بمشيئة الله تكون آداب، تجارة، خدمة اجتماعية، الحاجات اللي هي للتوظيف. احنا مش عايزين تعليم للتوظيف، احنا عايزين تعليم للتنمية في هذه صحيح. المنطقة. احنا كان عندنا اشكاليات طول السنوات الماضيه، يقول لك خريج الجامعات او خريج المعاهد والمدارس مش مطابقين لمواصفات سوق العمل. طب الحمد لله احنا النهارده عندنا سوق عمل بيستوعب اكتر من 1,000,000 وظيفه خلال فتره 10 سنوات قادمه باذن الله، ومصانع وشركات محدده وخدمات لوجستيه. يبقى انا النهارده عايز اربي الكوادر اللي مؤهله للقيام بهذه الاعمال. امر واضح. طب ده يحتاج ايه؟ خطه من وزارة التعليم. طب الخطة دي قبل ما اعملها واحطها وانا ابدا في تنفيذها هياخد وقت، هياخد مني على وزارة التعليم الاقل. الفني بقى، احنا بنتكلم دلوقتي في تمام، وزارة انا التعليم. بالظبط انا بقى بتكلم في تعليم، لا تعليم عام وتعليم جامعي لتخصصات داخل، خاصة في جامعة قناة السويس، تخصصات بقى لوجستية وتخصصات خاصة باعمال البتروكيماويات وتخصصات خاصة بالاعمال الصناعات الغذائية والثروة السمكية، تخصصات بحيث اطلع هذا الشخص سواء كان جامعي او سواء كان معهد فني او دبلوم فني يكون قادر على التنميه وقادر على العمل ومحتاج لمتطلبات سوق العمل فعلا بقى الموجوده. احنا النهارده عندنا سوق، احنا دلوقتي بنتكلم على دبلوم صنايع او دبلوم كذا تمام او معهد فني، صحيح بنتكلم ان دول اساسي، دول اساس لا بنتكلم على حاليا الواقع اللي احنا بنعيشه. تمام، دول اساسي اول ما بيتخرجوا بيبقى معروف ان هو بيكون في الشارع بيشتغل اي حاجه تانية، ده بيشتغل حاجه تالتة، وده مش يعني المفروض، ده المفروض ان هو يشتغل في مجاله لان ده اللي بيبني. طبعا يعني اذا كان فني صناعي في مجال معين، ما هو متعايد الواقع ولا الواقع انه بيتدرب فنيا على حاجات ملهاش علاقه بالواقع، ملوش، ما حدش راح شاف الشركات الموجوده في العاشر من رمضان او في المجمعات اللي هي الصناعيه داخل مصر، المناطق الصناعيه، وقال والله احتياجاتكم ايه كمصانع نسيج، احتياجاتكم ايه مصانع بلاستيك، محتاج عامل فني شكله ايه، ما اتفقتش وعملت بروتوكول تعاون مع المصانع دي او الزمتها انها تعمل عندها حاجه اسمها مركز تدريب. وده مش ابتكار، ده دول العالم عامله كده، في المانيا عامله كده، ما فيش حاجه اسمها مصنع يفتح كده، مصنع تفتح يبقى عندك مركز تدريب بتاخد تستوعب كل شخص. بذكر المانيا، التجربه اللي كانت رائده كول في مصر، مبارك كول، مبارك كول، اختلفنا او اتفقنا مع الرئيس مبارك، دعنا من هذا الامر، المدارس نفسها كانت جيده للغايه. فين هي بقى حضرتك؟ حاليا المدارس فرغت من الامر، يعني الطلبه كانوا بيسافروا المانيا وكانوا بيتعلموا وكانوا بيتدربوا وكانوا بيقوا في المانيا. صحيح، ما بيرجعوش مصر. طب مصر استفادت ايه؟ تمام، وفي بعض منها، في بعض منها كان بيرجع، حبوا يعدلوا هذا الامر. تمام، لغوا خالص سفرهم لالمانيا ولغوا المدرسين الالمان، بقت مدارس عاديه مصر، بقت مدارس عاديه فعلا. طب ايه الجديد؟ ما انت خدها يعني، انت النهارده محتاج ايه بقى؟ الكوادر اللي عندك او اللي هم خريج البطاله الموجوده، لا ابدا اعمل حاجه ما يطلق عليه التدريب التحويلي، ان انا اعمل تدريب ليهم احولهم خريج التجاره، الاداب، حقوق، المعاهد الفنيه، ابدا احول والله انا اشوف احتياجات العمل ايه وادي له كورس تدريب 6 شهور 8 شهور 9 شهور، يبقى فيه نظام مع وجود خطه ان انا ابدا التعليم بقى في مصر. خلاص انا مش عايز كليات نظريه، انا عايز كليات عمليه، وعندي سوق عمل بكر لسه جديد لسه بينمو هيبدا تشغيله من العام، هذا العام او العام القادم في المصانع لما تبدا تشتغل يعني جزء فجزء. اذا انت محتاج بقى توظف حوالين سوق العمل ده، ما تخترعش بقى كليات وكليه اداب، يعني كليات نظريه بعيده خالص مش قادر توظفهم لا في مدارس ولا في معاهد ولا في اي حاجه، وقاعدين قاعدين على القهاوي كله عايز يدخل جامعات. يعني طبعا مع كامل ما دي بقى الكرشة والثقافة، بس ما ينفعش الجيش كله يكون ضباط. يعني ما هو في صف ضابط وفي جندي وفي كذا وفي كذا، ما هو انت عايز حضرتك لازم يكون في عمل ولازم يكون في فني ولازم يكون في مؤهل فوق المتوسط وجامعه. طب انا النهارده يبقى ده غير ثقافه، بس ده على الامد الطويل. لكن انا النهارده لو ابني خريج او اخويا يعني خريج مثلا كليه تجاره ومش لاقي شغل، وواحد تاني خريج دبلوم او معهد واشتغل ب 10,000 جنيه انا هفضل ده، هيبقى ده احسن من الخريج التجاره قاعد على القهوه، صح ولا مش صح؟ احنا بنتكلم بقى هنا في النظره المجتمعيه، تغيير النظره المجتمعيه، وكمان ان انا اوجد عمل محترم وشريف للشباب في مصر، ده الهدف. النهارده الناس كلها المفروض تشتغل، يعني خلاص النظره ان انا لازم اقعد على القهوه استنى، عايز اشتغل يا اما مدير يا اما اشتغل نائب رئيس مجلس اداره او مبدا في حياتي، يا اما اشتغل في حكومه اخد مرتب واقعد، لا الفكره دي المفروض تتغير. انا المهم الشباب بيطلع من هنا بيشتغل بره شغل يعني دون المستوى، هو ده اللي نفس الكلام اللي بنتكلم فيه في قناه السويس الجديده. قناه صحيح. السويس الجديده محتاجين هي بقى في حد ذاتها هي جميله، هي الناس فرحانه ليه؟ يعني ليه حق الناس تفرح؟ بس فرحانه ليه؟ لان ده بدايه البناء، دي صح. خطوه اولى
وبنتكلم على خطوات تانية. ده خطوة أولى وخطوة يعني رئيسية. عملنا الخطوة الأولى وفي نفس الميعاد وأقل من الميعاد كمان. صحيح. الخطوات التانية هنبدأ فيها. الخطوات التانية دي عبارة عن ابني وابنك وأخويا وأخوك، صح، هيشتغلوا في المكان ده. هنا بقى الأساس. بالظبط.